الأهلي يكتفي بهدف وحيد في الشوط الأول على الزمالك من تمريرة رامي ربيعة لمحمد شريف التي أخطأها محمد عبد الغني وأودعها شريف بكل اقتدار من فوق محمد عواد. شوط شاد سيطرة واستحواذ من النادي الأهلي. نادي الزمالك كان عنده تخوف شوية وبعض الحذر يمكن أغلب فترات الشوط الأول. اتمنينا بعد الهدف المبكر أن النادي الأهلي يقتل المباراة، ولكن كانت يعني ما اعرفش اذا كانت دي تعليمات الجهاز الفني ان احنا نمسك كوره بقدر الامكان. ما كانش في خطوره لنادي الزمالك الا نادرا، يعني تقريبا ما كانش في خطوره لنادي الزمالك الشوط الاول. ان شاء الله الشوط الثاني باذن الله رب العالمين النادي الاهلي يقدر انه يقتل المباراه، وهو قادر فعلا. في بصراحه في فوارق فنيه كبيره جدا 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 بين الفرقتين. النادي الاهلي هو الافضل، النادي الاهلي هو المستحوذ، النادي الاهلي هو المسيطر، ولكن يبقى الهدف الثاني ان شاء الله اللي هو هيقتل المباراه. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف اراء خبرائنا الكبار في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم مستحق للنادي الاهلي في الشوط الاول. ألف مبروك الشوط الأول، ألف حمد وشكر. زي ما تخيلنا شكل الأهلي والضغط من أول مباراة، وكان فعلا ليه سباقية التهديف، ودي حاجة جيدة جدا، ولكن كنا نتمنى طبعا إن بعد الهدف مباشرة أنت كنت تقدر تجيب هدف واتنين. وفي حاجات النهاردة لازم تحصل بقى في الشوط الثاني، لازم الأجناب بتاعتنا تشتغل كويس، لازم العرضيات تبقى كتير، لازم تخلص المباراة زي ما أنت قلت، في تقتل المباراه خالص. لازم يكون في ليك، مش هتلاقي فرصه يعني النهارده انت كويس واقف على حيلك وبتمسك كوره، متحكم في زمام الامور كلها، ولكن الفكر في تهديف الهدف الثاني ده لازم يبقى اكنك متاخر في المباراه، لازم ترجع المباراه الشوط الثاني اكنك متاخر تلعب مباراه جديده خالص عشان تخرج بنهايه سعيده باذن الله النهارده، وبتحط رجلك زي ما قال بلال، تحط رجلك 70 80% في بطوله الدوري، يعني خلاص باذن الله تكمل على خير بهدف تاني باذن الله، عشان ما يحصلكش مشاكل كمان، يقدر يدور بقى المباراه زي ما هو عايز، يفكر في استغلال جميع الثغرات الموجوده في دفاعات النادي الزمالك، وبلاش ان احنا ندخل نادي الزمالك معانا في الجيم. احنا على فكره كل الباصات الخطا هي اللي بتودي نادي الزمالك على التاني. عدم التحرك السليم، استسلام المهاجمين في التصرف في الكره يعني ببساطه، يعني نقدر يعني مهتمين اكتر من كده، نستحوذ اكتر من كده، تفكير في التصويب اكتر من كده، زي ما احنا شايفين عواد مش عارف يطلع ولا يدخل، وعلى طول بيلعب ليبرو معاهم، يعني في مشاكل في نادي الزمالك لازم تستغلها النهارده. فبالتوفيق الشوط الثاني يا رب، ويخلص المباراه بنهايه سعيده بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. الاهلي اضاع فرصه ذهبيه انه يجيب هدف ثاني وثالث. نادي الزمالك مفكك جدا، يعني في لخبطه كبيره قوي بين نيمار وعبد الغني رؤى في نص الملعب، عمر السعيد قدام، بن شرقي. انت كل الزمالك بيعمله محاولات فرديه من زيزو وبيمسك كوره كتير، او امام عاشور، غير كده تقريبا مش موجودين، وفي لخبطه في التلت الاخير، وشفنا الهدف اللي جابه شريف طبعا استغل الخطا اللي عمله عبد الغني باقتدار. النادي الاهلي في سيطره واستحواذ في نص الملعب، في ثقه في الاداء بالذات من قفشه اللي هو بيلعب باريحيه يعني وبيوصل الناس، ولكن عبد القادر وبيرسي تاو لازم يشتغلوا اكتر من كده. صحيح. لان في يعني مش هيلاقوا فرصه اكتر من كده في التفكك اللي موجود في نادي الزمالك. لكن النادي الاهلي افضل، النادي الاهلي جات له اكتر من فرصه، وعواد اخرج واحده حلوه قوي من قفشه كان ممكن هدف. والنادي الاهلي زي ما قلت لك اضاع فوز سهل في الشوط الاولاني. صحيح. يعني هو كسبان، بس انا اقصد زياده اهداف يعني. كابتن هاني، في ظل الحاله الفنيه اللي عليها لعيبه الزمالك الشوط الاول، ايه التغيرات اللي ممكن نشوفها الشوط الثاني من الفريقين؟ طبعا انا طبعا مع الكباتن ان احنا ما استغلناش حاله التوتر الكبيره جدا على نادي الزمالك. كنا قبل المباراه بنقول 3 4 3، احنا واحنا بنتفرج على المباراه نادي الزمالك اوت اوف بوزيشن، يعني ما فيش حتى التمركز السليم. صحيح. وقدرنا نستغل ده في كره واحده، كنا قادرين كمان نستغل الكلام دوت في كور كتيره جدا لو كان في شويه تحركات مش عشوائيه. يعني انا في رايي ان الزمالك رغم ان هو بيلعب بثلاثه ورا، ويمكن في بعض الاوقات بيبقى خمسه، لكن بيلعب دفاع متقدم، يعني
خط الظهر الثلاثه بتوع خط الظهر متقدمين قوي، فاي كوره وراهم بالظبط هتبقى خطر وده ظهر. لكن اللي مش اللي ياخد الكوره مش محمد شريف، اللي ياخد الكوره المفروض اختراقات بيرسي تاو، كان في تقريبا في الدقيقه 23 كان في كوره بيرسي تاو كان هيخترق فيها بشكل كويس وما وصلتلوش. عبد القادر لازم امكانياته وتاهله انه يعمل مباراه افضل من كده، لازم يكون عنده شغل جوه ال18، احنا مفتقدين حتى الدريبل جوه ال18. يعني احنا كنا بنتكلم على حلول يا بلال، مثلا الشحات ممكن ينزل يؤدي جزء كبير من النواحي الهجوميه، لكن انا في اعتقادي ان احنا خسرنا الشوط الاولاني عدد كتير جدا من خلق الفرص اللي ممكن تجيب لك اجوان. نادي الزمالك اعتقد اسوأ شوط اشوفه النادي الزمالك هو الشوط ده الفتره الاخيره، مش قدام النادي الاهلي في الفترات الاخيره، واحنا كان علينا ان احنا نستغل ده بشكل افضل. حققنا هدف مبكر وكلنا قلنا على الاقل كمان نجيب هدف، لان حاله نادي الزمالك تسمح لك انك تجيب هدف واثنين. لكن ان شاء الله الشوط الثاني نبدا يكون في تنظيم في الهجمه، احنا ما عندناش تنظيم في الهجمه، هجماتنا كلها تحس جزء من العشوائيه، لكن تنظيم الهجمه مهم جدا. الزمالك بيلعب دفاعيا بشكل متوتر جدا، خاصه الثلاثه اللي في القلب، عبد الغني، عبد الشافي، حتى الونش، الباكات، عبد الله جمعه بيأدي شويه، لكن الناحيه الثانيه بنشوف في نيمار ما بيأديش، مش موجود اصلا، وبالتالي لازم تستغل عبد القادر، لازم علي معلول يكون استغلاله افضل في الشكل الهجومي. حتى نص ملعب الزمالك مش متواجد خالص. لا، ما هو نص الملعب زي ما اتكلمنا، هو امام عاشور لو استحوذ ممكن يعمل دريبل كويس، لكن ما فيش فعاليه. زيزو كمان تحس انه اوت اوف بوزيشن، مش موجود. وطبعا عمر السعيد ملوش وجود في المباراه. كل اللي بنقوله دوت كان المفروض النتيجه تبقى على الاقل 2-3-0 للنادي الاهلي. طيب الشوط الثاني يا كابتن بلال هتحصل بعض التغيرات، اولا رايك في احداث الشوط الاول والحاله الفنيه للفرقتين؟ الاهلي طبعا افضل فنيا بشكل كبير، بس الفكره كلها انك لما تبقى افضل فنيا بشكل كبير وتبقى مسجل هدف زي ما الكابتن اتكلموا، لازم تسجل الهدف الثاني، لازم تقتل الماتش. النهارده انت مش هتلاقي فرقه مهلله، يعني الكابتن يعني بيراعوا الالفاظ شويه، لكن حقيقي فرقه مهلله، يعني مهلهله قدامك. تمام، دفاعيا بيلعبوا بشكل سيء جدا جدا جدا، مساحات ما بين السرد باكات، مساحات على الاطراف، الهجمات المرتده السريعه ممكن تعملها بشكل جيد لولا ان في بعض الشو اللي انت عايز تعمله. عبد القادر عايز يمسك الكره كتير قوي، وعايز يرقص، وعايز يعني يقول انا احمد عبد القادر اللي عندي مهارات وعندي امكانيات وعندي قدرات عاليه. الناحيه الثانيه واحد ضد واحد، شريف مش عايز يعني مفترض يلعب بالعرض، عايز يعدي ويروح. الاخر القرارات الاخيره بالنسبه لك معظمها خطا، معظمها خطا، انك بتفكر في نفسك شويه، ما بتفكرش في التيم ككل. هي دي مشكلتنا الشوط الاول، فعدم احراز الاهداف. هيبقى في تغيرات من نادي الزمالك اكيد الشوط الثاني ده لو سابوا، يا ريت يسيبوا الفرقه على كده. يعني طبعا لو سابوا الفرقه على كده نكسبهم 4-5 بالشكل ده. انت بتتكلم في فرقه ناقصه 7-8 لعيبه على الاقل. مش طب من وجهه نظرك السيناريو السريع للشوط الثاني، السيناريو السريع من وجهه نظر الشخصيه، ان يحصل فيه تبديلات لفرقه النادي الاهلي، تبديلات للنادي في الجانب الهجومي. انت دفاعيا واقف بشكل كويس. دفاعيا انت منظم، نص ملعبك برضو الى حد كبير منظم بشكل كويس، هم مساعدينك في كده بعدم تنظيمهم بقدراتهم القليله، ان هم مش موجودين في الجيم، بره الجيم خالص. تمام، زي ما قال كابتن رمزي ان هم كل معظم فرقه الزمالك اوت اوف بوزيشنز النهارده، مفيش حتى يعني الوحيد اللي تحس انه فايق فيهم هو زيزو، بس بيلعب عشوائي، بيلعب في اي مكان في الملعب، ملوش بوزيشن محدد في الملعب النهارده. فعشان كده تلاقي فرقه الزمالك مش قادر يخلص هجمه بشكل كويس، لان زيزو بيتحرك من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. مره تلاقي بس خلي بالنا برضو من الكور الثابته دايما، يعني العرضيات يعني العرضيات طبعا طبعا ضربات ثابته كورنر، يعني هم قال لهم ثلاثه كورنر لازم نخلي بالنا. صح، كوره طايشه مثلا زي بتاعه زيزو ديت في ال 18 شاطر. صح صح صح، رغم كده لازم برضو يكون عندنا يعني صح انا ندافع كويس. التغييرات هجوميه للنادي الاهلي بنزول، ممكن ينزل الشحات مكان بيرسيتاو، ممكن عبد القادر يتغير مكان من وجهه نظري تقريبا هينزل. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، تحقيق الفوز. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.